حسب الخبراء والمختصين المورد البشري يعني عامل مهم لتجسيد يعني هذه الاستراتيجية. هل المورد البشري أخذ حيز في هذه الاستراتيجية أم لا؟ أكيد المورد البشري هو ركيزة أساسية، هو حجر أساس، دايوغ هو يمثل أحد الركائز، أحد المحاور الاستراتيجية في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. ما نقدر يعني مهما كانت التكنولوجيا اللي نوصلوا لها ولا اللي نحققوها ولا اللي نحن نوضعوها، بدون مورد بشري، بدون تكوين، بدون 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 تكوين، بدون ترانسفير دو سافوار فير، ما نقدروش نروحوا بعيد. المورد البشري عنده حيز كبير في الاستراتيجية.